مستشفى مروي هو مستشفى حكومي يقع في مدينة مروي بولاية شمال النيل في السودان. يعد المستشفى من المستشفيات الطبية الهامة في المنطقة ويقدم خدمات طبية عامة للمرضى. يتكون المستشفى من مجموعة من المباني الطبية والإدارية ويضم عددا من الأقسام والخدمات الطبية بما في ذلك الطوارئ والعناية المركزة والجراحة والتوليد والأشعة والمختبر والصيدلية والعلاج الطبيعي والتحاليل الطبية. يعمل في المستشفى فريق طبي مؤهل ومتخصص في مجالات مختلفة من الطب، ويعملون على تقديم الرعاية الصحية للمرضى في مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية. كما يتوفر في المستشفى معدات طبية حديثة ومتطورة لدعم عمليات العلاج والتشخيص. على الرغم من أن المستشفى يعاني بعض الصعوبات في التمويل والموارد، فإنه يعمل بجهد كبير لتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمجتمعات المحلية. مدينة مروي الطبية هي واحدة من المنشآت التي أنشئت مصاحبة لسد مروي في الولاية الشمالية، وأهمية هذه المستشفى هي خدمة مواطن المنطقة أولاً، ثم خدمة بقية باقي أنحاء السودان، وهي تقع في مدينة مروي. مدينة مروي الطبية تتكون من مستشفى تخصصي ومستشفى الأورام. المستشفى التخصصي هو عنده أقسام كثيرة موجودة. أول حاجة المستشفى في حد ذاته يتكون من عنابر وغرف عمليات، 9 غرف عمليات اللي هو مجمع العمليات، وغرفتين عمليات طوارئ، يحتوي على قسم طوارئ متكامل وعنابر وقسم بتاع أشعة متكامل وقسم معامل متكامل وأقسام عدة، منها قسم النساء والتوليد، غرف الولادة، وغرف اللي هو حديثي الولادة، وأقسام أطفال. يعتبر المستشفى هو طفرة كبيرة بالنسبة للمنطقة، لأنه يقدم خدماته على مدار 24 ساعة، وكثير من الخدمات الطبية من فحوصات وصور أشعة غير متوفرة في الولاية الشمالية هي تتوفر في المستشفى. المستشفى في حد ذاته يعني مزود بمطار هليكوبتر، ممكن تنقل الحالات من أماكن بعيدة، وتهبط الطيارات داخل المدينة وتنقل الحالات الطارئة، حتى لو حدثت حوادث اللي هي ما تنجرس في الطرق هي ممكن تستوعب أعداد كبيرة من الجرحى، لأنها مجهزة تجهيز كامل قسم الطوارئ بكل احتياجاته، والعملية بتاعت التحرك السريع موجودة برضو.